طيب كابتن جهاد، مباراه الزمالك والاتحاد او الاتحاد والزمالك بصفته صاحب الارض في هذه المواجهه، ابرز الحالات من وجهه نظر حضرتك؟ جبنا لقطتين في المباراه. اللقطه الاولانيه كان في مطالبه لنادي الزمالك بركله جزاء، هنشوفها مع بعض. هتيجي حالا دلوقتي. اي دي كوره من اولها بس. خاشي زيزو جوه منطقه الجزاء، الحكم ابراهيم كان موجود في مكان ممتاز وشايف ومقدر اللعبه. رجل لاعب الاتحاد على الارض، في تلامس حصل لكن مفيش اعاقه، مفيش حاجه تسيب الراجل. في تلامس حصل وبعد كده زيزو خد خطوه وحط وش رجله في الارض وبعد كده وقع. فبالتالي هو ما ينفعش يقول فيها ان سيميوليشن او تمثيل يديله انذار، لكن هو القرار. ايوه عشان فينا الخطوه اللي كانت كابتن... بسيط حصل، لكن ده ما يعملش الراجل. هو خبط رجله في الارض ووقع الوقعه ديت، ما ينفعش اديله فيها انذار او سيميوليشن يعني. وبالتالي القرار الصحيح اللي خده ابراهيم نور الدين في الملعب ان استمرار اللعب بدون خطا ومفيش ركله جزاء. عشان كان في ناس اتكلموا انه كان ممكن ياخد انذار يا كابتن جاهد، انت شايف انه كمان ما ياخدش انذار؟ لما حصل او اللمسه الاولانيه اللي حصلت الرجل العرض للاتحاد على الارض ورجل لاعب الزمالك على الارض، وبالتالي مفيش خطا. هو خد خطوه وبعد كده خبط رجله في الارض ووقع. فاحنا بنقول اذا كان عندك امكانيه ان الانذار السيميوليشن ده ما تديهوش لان في تلامس حصل، وبالتالي نمشي مع قرار الحكم ان مفيش فيها انذار. طب ما هو يا كابتن جهاد، معلش يعني فهمني، معلش خلوا اللقطه معانا يا جماعه. ما هو نرجع خطوه كريم. ما هو يا تلامس وضربه جزاء يا اما تمثيل. لا، التلامس اللي حصل يا كريم، التلامس اللي حصل مفيش فيه اعاقه، مفيش فيه خطا. وبالتالي اللعيب خد خطوه وخبط رجليه في الارض ووش رجله في الارض وهو اللي وقع بعد كده. مفهوم. يعني التلامس اللي حصل ده ما عاقش اللاعب. وده موجود في الكوره على فكره، موجود في الكوره، تلامس الرجل على الارض والرجل على الارض بنلمس بعض، مفيش مشكله خالص، مفيش خطا. صحيح. لكن انت اللعيب بعد كده حط رجله، بس خد خطوه اهو، والتاني حط رجله في الارض ووقع، فمفيش حاجه، مفيش اعاقه من لاعب الاتحاد السكندري. مفهوم. طيب ناخد اللقطه اللي بعدها. دي اللقطه اللي كان الزمالك بيطالب فيها بضرب الجزاء. لقطه ايه دي بقى يا كابتن جاد؟ الحكم فيه تهور واضح موجود من لاعب الاتحاد السكندري، سمح باستمرار اللعب في هجمه واعده وقرار صحيح. وبعد الهجمه ما خلصت رجع للانذار للاعب الاتحاد للدخول بتهور على لاعب الزمالك وقرار صحيح من ابراهيم. ما فيش لقطات تاني في المباراه دي تقريبا؟ لا هم هو ابراهيم والطاقم اللي معاه بصراحه النهارده عملوا مباراه جيده جدا تحكيميا، والماتش خرج ما حسناش بالتحكيم، ما حسناش بالحكم، ما حسناش بالفار. وبالتالي لما تبقى حاجه كويسه زي النهارده واداء كويس بنوع عليه كويس. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات كالعاده.